أنابت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم الخليفة. حرمها سمو الشيخ خليفة بن حمد الخليفة رئيسة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة البحرينية لافتتاح أعمال المؤتمر الدولي السادس للتوحد الذي يقام تحت عنوان فك شفرات التوحد. نعم، هذا وقد تخلل المؤتمر الذي تنظمه جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل خلال الفترة من 25 إلى 27 من فبراير الجاري بمركز عيسى الثقافي عدة محاضرات تتعلق باستخدام الإدراك المتأخر والبصيرة لاستشراف مستقبل الآخرين، حيث ناقش خلالها المشاركون استراتيجيات فهم تحديات الأفراد المصابين بالتوحد وأهمية التشخيص والتدخل العلاجي المبكر في تحقيق أفضل نتائج، إضافة إلى محاضرة بعنوان دور الطب التجديدي في اضطراب طيف التوحد جرى خلالها استعراض تطبيقات العلاج الخلوي في تحسين الوظائف العصبية والتواصل الاجتماعي لدى الأفراد المصابين بطيف التوحد. كما تخلل المؤتمر جلسات إرشادية قدم خلالها عدد من المختصين استشارات مباشرة لأولياء الأمور والمهتمين بالتوحد. ويتضمن المؤتمر بجانب أوراق العمل والجلسات عددا من المعارض المتخصصة، من أبرزها المعرض الفني لاستعراض المواهب الاستثنائية للأطفال المصابين بطيف التوحد ومعرض للخدمات والمنتجات بهدف عرض أحدث الأدوات التعليمية المصممة لدعم تعلم وتنمية الأطفال الذين يعانون من صعوبات سلوكية، إضافة إلى معرض للسلع والماركات العالمية. هذا ويسلط المؤتمر الذي يقام على مدى 3 أيام الضوء على أحدث علاجات اضطرابات طيف التوحد وحالات النمو العصبي، ويعمل على تقديم استراتيجيات شاملة لإدارة الأعراض الطبية والسلوكية للأطفال والمراهقين المصابين بالمرض بهدف تحسين جودة حياتهم، كما يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول اضطرابات التوحد. Thank you.
نخبة من المتخصصين تقدم خلاصة خبراتها على مدار 3 أيام في مؤتمر متخصص ينطلق في موسمه السادس، حاملا في جعبته الكثير من المواضيع المهمة والحيوية والتي ستلعب دورا مهما في استعراض كافة الجوانب المتعلقة بمرضى التوحد والطرق الحديثة في علاجهم. مرض التوحد وصعوبات السلوك والتواصل هو خلنا نقول أحد الأشياء اللي إحنا قاعد نركز عليه منذ عام 2004، وبالأخص موضوع الدمج في المجتمع وشون ممكن ندعم هذه الصعوبات علشان خلنا نقول الحالات تصير أفضل. تحت مظلة الجمعية عندنا مركز عالي للتدخل المبكر، مركز عالي للتأهيل، ومركز المعالي الطبي. هذه المؤتمرات ضرورية جدا من أجل الالتقاء والاستفادة من خبرات الموجودة. احنا استطعنا هالمرة نجيب خبرات من أمريكا ومن كندا ومن الهند من أجل التعامل والتعاطي مع طيف التوحد، لأن التوحد أصبح معضلة الكثير لا يعرف كيف يتعامل معهم، وإحنا في هذا المؤتمر نحاول قدر الإمكان أن نجمع كل هذه الخبرات والبحوث العلمية من أجل الاستفادة القصوى من كيفية التعامل مع طيف التوحد. أوراق عمل وجلسات متعددة يقدمها المؤتمر على مدار 3 أيام، يسلط المتحدثون فيها الضوء على أبرز المشاكل التي يعاني منها الأطفال المصابون بالتوحد والمشاكل التي تواجههم في مختلف مراحلهم العمرية، إضافة إلى طرق التعاطي معها لتمكينهم في المجتمع. الشيء الملفت ايضا ان نجيب باحثين مصابين بالتوحد وصلوا لمرحله الدكتوراه، يعني عندهم شهادات دكتوراه وايضا هم مصابين بالتوحد، وفي حد ذاته هي رساله امل. يعني المصاب بالتوحد مو معناته انه ينقطع على العالم او ما عنده اي امكانيات، بالعكس ممكن امكانياته تكون تتجاوز الناس العاديين. فهي رساله امل، رساله وعي، وايضا رساله كفاح ومواصله الدرب، دعم المصابين بالتوحد نفسهم وتقويتهم انه يكون لهم دور في المجتمع، مو مجرد يستلمون او يوصلهم العلاج فقط، لا، انما يكونون ناس نشطاء واكتف ولهم دور في المجتمع. ايضا محاضرتي يعني يمكن شوي تكون تتكلم عن اضطرابات النوم عند طيف التوحد. شنو اضطرابات النوم عند طيف التوحد؟ هذا هو يعني مصدر قلق كبير حق القائمين على التعامل مع طيف التوحد. احنا نعرف ان طيف التوحد هو اضطرابات سلوكية كبيرة جدا عليهم. المؤتمر استضاف تجارب حية استطاعت أن تضع لها بصمة واضحة في المجتمع لتكون أنموذجا مشرفا للمصابين بهذا المرض، كما إنها تشكل بارقة أمل للمصابين وذويهم للمضي قدما في مواجهة كافة التحديات والكشف عن المواهب الدفينة بداخلهم. هذا المؤتمر يسلط الضوء على معالجة اضطرابات طيف التوحد وغيرها من حالات النمو العصبي، حيث سيعمل المتحدثون على تقديم استراتيجيات شاملة لإدارة الأعراض الطبية والسلوكية لتعزيز جودة الحياة للأطفال والمراهقين المصابين بالمرض. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.